لا أحد يختلف على أنه ما تقوم به إسرائيل الآن هي جرائم وإبادة جماعية على المرأة والمسمع ومنقولة من خلال الفضائيات. المشكلة أنه السلاح الذي تستخدمه إسرائيل اليوم في التدمير هو سلاح غربي وسلاح أمريكي، وأمريكا والغرب تقول هي قلاع الديمقراطية وأسقطت أنظمة لأنها لا تحترم حقوق الإنسان. اليوم تهان حقوق الإنسان بجرائم بأسلحة غربية وأمريكية وتتعارض مع قوانين وأعراف هذه الدول. لماذا من أجل إسرائيل الغرب ضحى بسمعته واستخدم سياسة المعايير المزدوجة وما آثارها مستقبلا عليهم في المنطقة؟ أهلا بحضرتك أستاذ نجم وبضيفين الكريمين وبكل المشاهدين. أولا، إسرائيل نجحت خلال عشرات السنوات في تصدير رؤيتها لقضيتها بشكل ناجع تماما داخل المجتمع الأمريكي وداخل المجتمعات الغربية ككل. وخلال تلك الفترة طبعا استخدمت ما حدث مع الشعب اليهودي في محرقة الهولوكوست إبان النازية ووقت هتلر، ونجحت في استعطاف العالم طوال تلك المدة، ونعلم يعني التاريخ منذ أن أنشئت دولة إسرائيل إلى اليوم. هذه الفكرة التي صاحبت إسرائيل طوال عمرها اليوم مع الهجوم الذي بدأته حماس في 7 أكتوبر، بغض النظر عن موقف القضية قبل ذلك، لأن الغرب يحسب ما قامت به حماس في 7 أكتوبر على أنه عملية إرهابية كبرى ولا يرى كل ما قامت به إسرائيل قبل ذلك. أوكي، ما الذي حدث؟ استطاعت إسرائيل أن تروج جيدا أيضا لحملتها العسكرية ضد حماس، وكان هناك توقعات بأن تنهي هذه الحرب في خلال 2 أو 3 أسابيع. طالت الحرب ووصلنا إلى ما نحن وصلنا إليه. وفي علوم السياسة هناك ما يعرف باسم الإيفنت دريفن، أو كيف تقود حدث ما لم تكن تخطط له أنت على الإطلاق كي تحقق مصالح أنت لم تكن تستطع أن تحققها لولا وقوع هذا الحدث بالصدفة. فعندما حدث ما حدث في 7 أكتوبر، ارتأت إسرائيل خوفا على مصالحها الأمنية والقومية ومصالحها الوجودية طبعا بالتهديدات الإيرانية سنلقيكم في البحر وننهي دولة إسرائيل إلى آخره، باستغلال الموقف تماما، وصدرت هذه الفكرة للغرب على رأسه طبعا الولايات المتحدة لضمان المساعدات العسكرية والغضاءات السياسية كما شهدناها متوالية طوال العام الماضي وحتى اليوم. إذن إسرائيل نجحت دبلوماسيا وعسكريا وترويجيا وإعلاميا. إنما على الجانب الآخر تصدر الفكرة، فكرة حزب الله، فكرة حماس، على أنها أفكار إرهابية. حماس ما قامت به في 7 أكتوبر وقامت بتصويره من كل العمليات التي قامت بها انتشرت على الإنترنت، فحشدت العالم ضدها أكثر مما حشدت العالم للتعاطف مع القضية الفلسطينية. وأنا أختلف مع من يقول إن حماس أعادت القضية الفلسطينية إلى مستوى السطح مرة أخرى. على الإطلاق ما حدث هو تدمير قطاع غزة بالكامل، تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني في هذا المكان، تدمير حماس بالكامل تقريبا، بداية تدمير في الجنوب اللبناني، تدمير حزب الله كما شهدنا بالكامل، قيادات على مستويات متتابعة ويعني وراثة المناصب حتى قتل. لا أستاذ دكتور إيهاب، يعني